يوم احنا في ضيفة لاعب كرة الطائرة من نادي الرحم الأنف ليس القرفي في منزله. مرحبا بك. في حبينا مسيرة بديتها أنت مع نادي الرحم الأنف، بديتها من أنا كاتيجوري من ليكول، بديت في ليكول للتيرا المسعي. وشكون اللي بديت الممرنين نتاعك بديت معاك؟ بديت عند سي جمال عباس، وبعديك وليت عند سي عماد نعمان. سي نعمان في ليكول هذيك؟ هذوما في ليكول. طلعت مينيم عند سي امين بن عيسى، بعد في الكادي رناني سي عماد بالخير، رناني سي هشام زاكر، رناني محمد علي الصحراوي. في المنتخب في الكادي رناني ترينت عند زيزي بالخوجة وأحمد حاج طيب، ومن بعد عند سي هشام بالرمضان، والفترة الأخرانية ذي عند سيموني رقارة، وكي طلعت لكابر مع سي فتحي مكرم. نجيب العميري نفكر ترى دابي دو زون تاني. سي نجيب العميري فريق لكابر عمل فريق. هذايا دونك أنت حكيت لي على ليكيب ناسيونال. لا حكيت لك على حمل الف مليانة مينيم مليانة يكون حتى للجونيور، والمنتخب حتى من الكادي حتى للسينيور. في سينيور حمل الف بديت عند سي نجيب العميري، أول ما طلعت بديت عند سي شكري بوزيدي، بعده جاء سي نجيب العميري، بعده جاء خالد بالعيد، بعده جاء محمد بغدادي، وتويكا عاودنا مع سي نجيب العميري. دونك هذه تسمى الحمد لله لاعب خرج من البيبينير نتاع نادي الرحم الانف، اللي هي ايكيب نجم نقولوا فريق ولاد ولاد. هذه تجيب تخرج سوا وسي بيان في الفوت في الفولي في الباسكيت في الهوند، دو غران نون. ان شاء الله يكون عندك مستقبل واعد مع نادي الرحم الانف. وبعديك كان كتب ربي في فريق اخر كبير سواء في تونس ولا في الخارج. دونك سنة احنا في ال في كل كتير سينيور كوبيت سنة احنا طبعا حاليا في الليكيب سينيور عندنا حمل رجعت سنة للناسيونال للمكان نتاعها بعد دو تروا زاني هكا قعدنا ما بين لي في اسانسور هنا طلعنا احنا سنة عندنا اون ايكيب تخي جون متكونه من دو نو واعدين برشا جوالات اللي كانوا في جونيور عملناو الوت عملناو وطلعوا. انتم عندكم تصور سنة دو غراند امبيسيون عندكم معنا ديجا هي عملناو معناها حملناو نحنا كي طلعنا فما ستة جوالات من جونيور هبطوا سور تيران جاي دي مومون معناها ستة جوالات سور تيران نحنا من جونيور. فما كان فينا كان صحراوي يتسمى معناها كبير فينا ولا سمير زغدودي باقي كلها معناها سمير صغار في العشرين 22 19 18 معناها شنو السنة الأمبيسيون تاعكم إن شاء الله مع هذيك هي حملت معناها إيكيب فورماتور معناها كل عام تخرج لك زوز ملاعبي ولا زوز معناها باهي معناها كل المنتخب وباهي معناها السنة دوتون بليس السنة عندنا أون إيكيب تخي جون بلان دو بلان دومبيسيون معناها ليكيب في لي ماتش أميكو اللي عملناهم في البريباراسيون اللي عملناها الناس كل معناها ولات تحكي مشينا مثلا عملنا دي ماتش هذيكو هايلين برشا. الناس معناها رجعت تخم ما عادش ولات تخم كيما قبل هاكا نعملوا المانتيان، ولات ناس كيما نقولوا تحب تقدم قدام. علاش لا بلاي اوف معناها مش هذاك الاوبجيكتيف بلاي اوف، مي علاش لا نحن نسعى معناها والباقي كله على ربي. ماهيش صعيبه معناها الحكايه. وسي نجيب العبير اللي عطاكم كو دو بوس نحسوا انه يفو لونسي هكا لي جون جوار هكا دون لو بان وحدهم يعوموا ديريكتومون. لا هو معناها انا ملي طلعت بريمير اني كادير معناها هبطني من اول نهار معناها نلعب. يحب صغيرات يعمل كيف يحب يعمل كيف هو فمش علاش معناها باش فما انتونت بيننا نحن وياه معناها جوارات وهو
الناس كلها عامله كيف معناها كي نجيو نترانيو نحن عاملين كيف وهو كي يجيب شيراني زاد عامل كيف فما شغلات حتى يجيو قبل بساعه معناها كلموا بالتليفون اجا معناها رنينا انت نرجعوا شويه نعملوا تيت مارش اريير كان الباركور نتاعك مع ليكيب ناسيونال هزيت انت عندك بالماريس تبارك الله اسي ريش دي كوب دافريك كذا في جونيور اوسي بيان في جونيور كو في لي كاتيغوري الاخرين شنو نجمو تورينا هذه التصوير هذيك في كوب دافريك جونيور في تونس لعبناه ربحنا في النهائي مصر 3-1 هذي وقتاش؟ عامناه مارس 2012 مارس 2013 مارس معناها هذي تنجم تقول ديما تونس احنا تونس و... ومصر دي زيكيب اللي يتنازعوا ديما على الصداره نتاع السومي افريكا من الصغر تاخذ عليه لاسوندون معناها باش تقعد في مخك وباهي معناها من الصغر تهز تيتروات كل شيء تدخل في العقليه وتكون لك الشخصيه نتاعك هذيك وهذه الميداي هذه زاد دونك هذه لا ميداي افريكان اللي تحكي هذه اللي صارت عملوها ضد مصر في تونس كوب دافريك جونيور ولا في 2010 في جنوب افريقيا ضد مصر زاد كيف ربحنا في النهائي 3-0 دونك نجم نقولوا احنا مصر كورنا بها هذيك كورنا بها بالفوليك كورنا بها في البطولة العربية اي شنو اخر شنو هما اخرين لعبنا زاد بطولة عربية معناها وصلنا الفينال خسرنا كنت البحرين ثلاثة بشيء خرجنا مصر بدومي فينال 3-1 في مصر ومن بعد معناها ما تمكناش باش لعبت ثلاثة كوس عالم معناها كاس عالم كادي ومع سي هشام بن رمضان ولعبت سنة كوب دي موند جينيور مع سيمونير جار عملنا بيرفورمانس هايلة برشا ربحنا الفريق الأمريكي معناها اللي هو كيما نقولوا تنجم تقول يلعب على البطولات العالمية معناها ديما مستانس معناها ولعبت كأس العالم أقل من 23 سنة في البرازيل معناها نقولوا كل إسبوار معناها ترشحنا في اللي دو الأخرانيين ترشحنا كود دي موند كادي ما ترشحناش عملنا بريباراسيون هاي عملنا معناها كل شيء كان ممتاز مي كيما نقولوا مازلنا صغار ما نعرفوش كيفاش نجريو لي ماتش ما وكل كيما نقولوا نايف ديما نايف في الآخر نكونوا نايف في الكوب دي موند هذايا و تاع الاسبوار ترشحنا زوز عملنا بيرفورمانس هايله ياسر وصلوا منا دي جوار معناها متقدمين في المراكز في الترتيب معناها احسن جوارات في العالم في الاسكور حاجه باهيه معناها تشرف تونس وتشرف وتشرفني حتى انا معاك انت زاد من النادي رحم الام فما ادم الوسليتي هو شارك معاك في لي ديفيرونت هذه لي ديفيرونت كومبيتيسيون هذوما اللي صارت سواء الافريقيه ولا العالميه دونك عندنا دو جوار ديجا ريغوليرمون موجودين مع ليكيب ناسيونال هذه حاجه تشرف الفريق معناها وديجا تعطي دو غران اسبوار ان شاء الله للفيتور نتاع حملم وان شاء الله تكون عندكم باركور مع حملم في السينيور اللي تكون ان شاء الله حملم في هذا لو رينوفو نتاع حملم ان شاء الله والباقي ان شاء الله ربي يوجهكم على خير اذا فما بعد اما اعطينا ان شاء الله السنه تكونوا في حملم خاطر حملم رجعت للناسيونال وحملم في ان شاء الله مامله فيكم انتم باش تكون لو فيتور نتاع حملم ان شاء الله بلس لي زوتر جوور الاخرين اللي متكونين مع حملم اللي طلعوا معكم الجونيور ولا الجوارات نتاع السينيور ديجا اللي كانوا موجودين وما بيدهم يفون فوز اونكادري معكم يكونوا ديبيلي معكم في الفريق دونك يبدا ان شاء الله الشامبيونات الجمعه هذه ضد الاس تي اس نادي النقل بصفاقس اللقاء باش يكون في صفاقس نهار السبت هذايا كيفاش ترى الشامبيونا السنة في أول سيزون بعد كنت تذكر الماتش اللي حضرت فيه أنت في المستير كنت الهواري معناها كيما نقولوا صارت معزة كيفاش كنا خاسرين معناها 24-21 وخاسرين 2-1 وبعد قلبنا الماتش وطلعنا نحنا كما نقولوا المورال طالع عنده طريقة شهرين تالي مش من طريقة فما جوارات سنة معناها يهزوا تليفون يكلموا المدرب ولا رئيس النادي معناها باش يحبوا يجيو يلعبوا في حمل
معناها يقولوا لهم ميم حتى كي حمل مثلا يقولوا لهم راهو تو نشوف يقولوا لهم راه ما عنديش مشكل نتاع فلوس نحبوا نلعبوا هكا هاو يحبوا يلعبوا في حمل. معناها الكوتا نتاع حمل طلع. صحيح الناس ولات تحب شافت الناس معناها ما عادش عينا فلو عينا بالجو كان موجود في حمل فك الامبيونس اللي صاير ما عادش همها ما عادش تخمم في الفلوس فهمتني؟ سيزون السنة تنجم تكون من أقوى المواسم معناها في تونس الإكيبات الكل محضرة رواح حمنلف زادة عندك كلمتها تنجم عندك كلمتها سيزون السنة تنجم بماتش متاع نهار السبت تفوز معناها وتدخل ديما يقولك الدخلة الأولى متاع الشامبيونان هي معناها اللي تعطيك حافز باهي وتبدا معناها تدخلك في الجو مريق فما طرح الأول لازم سنة نربحوه بعده طرح السي اس اس غاديك مش مشكل نربح على نفسه كنت السي اس اس مانيش مطالبين بفرقة ذي صحيح مطالبين في الفرقة اللي كيما معناها نحن نحبوا نلعبوا على كاتريم بلاس هنا كاو شنو نربحوا مش معناها نقولوا مش مشكل السي اس اس مش معناها مانيش باش نلعب ولا حاجة لا مش معناها مي كيما نقولوا فما دي زيكيب لازم نلعبوا باش نربحوا فما دي زيكيب نلعبوا باش نعمل بليزير لينا نحن ميم حتى ما نربحوهمش لكن تعبوهم يعني مش داخلين باش عارفين روحهم باش يربحوا ما يعرفوش في لحظة الناس دي نجم يتفك منهم شوط ولا اثنين نجم ساعات تفك منهم مقابل معناها لازم يكون كونسنتري كي يجي باش يلعب كونتر حمل لازم معناها ما كيما نقولوا يقوم بكري عندنا الوالد نتاع سيليس القرفي سي خالد القرفي اللي هو لاعب كان في السينيور وكان لاعب في ليكيب ناسيونال باسكيت في الثمانينات في الثمانينات اجا تفضل سي مرحبا هذيك شويه هاي سي خالد دونك الوالد نتاع الياس دونك عائله رياضيه هذيا انت ديجا كنت تلعب في ليكيب ناسيونال ولعبت ماتشوات ضد النرويج وغيرهم تو نتصور تو نشوفهم أنا نحب نرحب بك ساعة شخصيا مرحبا بكم نحب نشكر من مسؤولي النادي الرياضي حمام على رأسهم سي عادل الدعداع وسي فاضل حمزة على المجهودات اللي قاعدين قايمين بها مع الوليدات الصغار هذوما اللي طالعين والالتفاف حولهم والجو عائلي ياسر اللي يعجبني ياسر الجو عائلي خاطر الجمعيات تبدا عندك مثلا اون ايكيب موين لكن امبيونس سان تعمل بها نتائج وين جروند ايكيب افيك دي فيدات والامبيونس معناها مال سين ما تعرفش معناها انت لعبت قبل مع شيمينو قد لعبت مع سكيك الحادي التونسي من المدارس حتى الاكابر هذا التصوير عن 79 هذا هكا هكا ضد ضد النجم اللي هو الساعي في سوس هذيك خالد القرفي ايوه عزيز الكؤوس والبطولات احنا في كرة السلة معناها من المدارس حتى ملايتي في شجعت ولدك هو انه يلعب مع ولدي مشجع يلعب الرياضه ومجرد الرياضه وصباح وعشيه يترين ويلعب يصير فيه بليزير دوك فمش كرفي يخ زاد رياضي اخر خلينا نكملوا نستغلوه والله عندي سيدي عندي ولاد خويا في فرنسا حتى ما ناتاسيون عاملين وعامل لي لبس معناها كيما عندنا نحن اللي لبس هنا باش يولي معناها استاذ تربيه بدنيه وسبيسياليتي معناها ناتاسيون زوز اخوه هما رمزي وامير بقلب في ليون هذول مشكوك سي خالد بارك الله فيك مرحبا بكم وان شاء الله ربي يوفقهم توا نعاودوا نجحوا وبالنسبه للياس في المدارس وفي الاداني وفي الاصغر وفي الاواسط لعبوا ديما الادوار النهائيه رب في الكاس ولا في البطوله معناها ظاهر الخدمه موجوده معناها مع القاعده وقاعدين طالعين بهم معناها كانوا معاهم سي منذر جبنياني سي معز مزاح فهمتني سي منذر جلاسي هذوما ناس كانوا سي خالد سعاده هو اللي دخلوا الكره الطايره سي خالد سعاده جابوا من الشارع خاطر كان لعبوا هوندبول يحب يخوض حب لنف هذه حب لنف ما شاء الله عائله وصدقني جو عائلي جو عائلي والله لكن جو عائلي جو عائلي جو عائلي يفهم لنف باش نتعداو للنقطة اللي مهمة زادة في اللقاء هذايا هو مع الياس باش نحكي سي الياس فما قرب شوية فما دونك سمعنا هالجمعة هذي ولا هالعشرة أيام هذايا برشا حديث
وحتى ديجا أموالتي الياس برها وفي الاسبرانس برا الياس بعد ما رجع من الاسبرانس بعد عاد رجع كلامك شرطو هالجمعة هذية هو أن الياس سمعناه المرة صح بعد ليه مرة ما صحاش ما انتقلش الاسبرانس وفما تجاذبات هكا وهكا حكينا شنية الحكاية هذية متاع الياس اللي احنا في بينا احنا مزال الياس بغينا ني وني معنا مع نادي الرحم الأنف وبعد يوم الله دي حسب شنو اللي عطينا الغث من السمين في الحكايه هذه كلها اللول كملنا الساعه اخر حاجه كملنا كاس العالم في البرازيل وروحت فما معناها اوفر جاي من ليبيا من الزاويه الليبي الفريق اللي عملنا ضده هذاك في الماتش اميكال نتاع محمد بغداد كان في محمد بغداد مشيت معناها شفت لقيت معناها مش نفس الطموحات اللي موجودين في مخي انا واللي موجودين غاليك معناها كيما نقولوا هذاك وحكاية اليميني بعديك رجعت انا في حملف معناها انا سناحة انتقلت مشيت اللي كنت في ليبيا كنت مشيت في نهار نهار كان روحت رجعت انا مع حملف اموري مريقله عيطولي فريق لكاب دخلت في استاجات مع لكاب لعبت معهم الواحد كاليفيكاتيف تورنوا كاليفيكاتيف كاس العالم بعديك معناها جات حكاية الترجي الاسبيرونس من الاول عند شهرين التالي كنت معناها باش نلعب مع الاسبيرونس فما معناها بصح مع الاسبيرونس معناها فما كيما نقولوا حمدلف مازالوا معناها سي عادل مازال ما تفهمش هو وسي حمدي ولا ما نعرفش شنو هي الاشكاليه الموجوده وقت بعديك تويك تفاهموا معناها قعدت مفاهمة معايا انا معناها مع الترجي ما كيما نقولوا مانيش نفس الثنية فهمتني انا مازال كي طالع منتخب كابر نحب معناها نلعب نحب نوري روحي في البطولة السنة معناها ما يساعدنيش نقعد على البنك وفي نفس الوقت كيما نقولوا كالجو فما في الكيبات معناها ما نقولش الكيبات معناها المتوسطة ولا الصغيرة كما في حمل الفم الجو ما تلقاهوش مثلا في الترجي الجو هذاك ما يتلقاش والجو هذاك ما يتشريش بالفلوس زاد معناها مش مشكل معناها الفلوس مش السنة تجي العام اللي بعد مش العام اللي بعد والعام اللي بعد مي كما نقول لك مي واحد خاطر انا عمري 20 سنة كي تضيع القوم تاع اللعب بونتي صغير ما عادش تنجم تعطي ما عادش تنجم تعمل الكلب دي معناها فما برشا حاجات معناها مهما انت متحرك كي تترين وتخدم وتخدم وتنزل على روحك شيء وتجي نهار الماتش تلقى روحك على البنك كيما نقولوا ما تولي دي قوتي معاش حتى في لونترينمون تولي تدخل درا كيفاش فهمتني في حملك معناها الاولاد الكل وقت اللي سمعوا لي انا معناها صحيح مشيت للترجي وصححت وسي عادل قال لي سي بون لا ما سمعش سمعوا هكا معناها حسيت عرفت قيمتي عند يعني عند الأولاد صحابي وكلهم معناها قالوا لي وعليش السنة وخلنا نكملوا السنة ونعاونوا بعضنا كل ما بعضنا ومام حتى الانترينمو وقف وصارت معناها حكاية والناس الكل معناها في ديسيبسيون وكشي حسيت أنا الحكاية دي رجعت خممت بيني بين روحي لقيتها معناها ماهيش كيما نقولوا الاختيار الصحيح اللي عملته طب ما خاطر توا انت تبارك الله مازلت بلان دومبيسيون مازال المستقبل نتاعك في الفولي عمرك 20 سنه معناها مازال وما عندك ان كانزين داني ان دوزين داني قدامك نتاع مسيره رياضيه سواء مع حملم ولا مع فرق اخرى بعد ان شاء الله نتصور انت معناها مازال ان جون جوور بلان دومبيسيون مازال هكا باش يبدا لونسي دون لو بان في سينيور باش يجي في ايكيب اسبيرونس اللي هي تحب تلعب التيتر مع سي اس اس اوتوماتيكمون خافوا خاطر برشا جوارات سواء في الفوت سواء في الفولي ولا في وحدات اخرين خافوا لا جوار يتحرك معناها عبد يقولها كاتيغوريكمون بصراحه هو انه يولي يتحط وفما غاديكا كونكورونس كبيره ياسر ملي يكون بلان ديسبوار انه باش يمشي وباش يقدم وباش يعطي دوتون بليس انتم عندكم الكوب دي موند باش تلعبوها فيش في الموان دو 23 زون ولا في جونيور؟ موان 23 زون موان دو 23 زون معناها اسبوار كوب دي موند هذايا باش تلعبوها اللي مازالت العينين نتاع الفرق العالميه الكل باش تكون عليكم انتوما ولي يشوفوا لي بيرفورمانس نتاعكم
نجم تكون تجي حتى عروضة انترناسيونال معناها من برا، نجم تجيك من اسبانيا من فرنسا من ايطاليا من غيره، وتكون وقتها لي زوفر تكون خير وميور، وانت تكون عندك بلوس ديكسبيريونس بلوس دو ماتوريتي، وتكون عطيت ان شاء الله العام هذايا. دايوغ الناس الكل تقول ليس القرفي وادم الوسليت وغيرهم يحبوا يشوفوهم في حملهم، يحبوا نراوهم احنا نراو الثمره نتاعنا اللي ديجا لي قداش من عام تبارك الله بديتو من ليكول من ليكول توا، نحبوا توا نذوقوها احنا كثمره هذيك اللي في السينيور، وزينا من نفرغوا هكا ليكيب. العام الجاي اخر سيزون نلقاو عندنا هبطنا للدوزيام ديفيزيون، خاطر نما احنا خاطر وقت عملناه طحنا وبعد شونا ايتي غشتي، بعد عودنا طحنا ان دوزيام فوا وطلعنا عملناه تنجم تقول بمعجزه ان بوان من الواحد، خاطر كنا باش نعاودوا نقعدوا سيتي على ليميت معجزه هذيك في مستير ضد الهواريه. ان شاء الله خاطر السنه عندنا اون ايكيب بلان ديسبوار اللي فيها جوارات فريمون بلان دو تالون، ومعنا اونترينور هو بيدو امبيسيو، وان شاء الله البريزيدون دو سيكسيون سي محمد علي البغدادي ومحمد دخلاوي وغيرهم، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي خذا ديسيزيون في انك باش تعدى لاسبيرونس وصل البريزيدون تاع الجمعيه، ان شاء الله يزيد يخمم بابا بلوس في هذه الحكايه هذيا، وان شاء الله نتاج نحبوا احنا الياس القرفي نحبوا يقعد في حملهم فوق اون اوتر سيزون، وبعد هو برغبته هو ان شاء الله يمشي وين الحاجه ان شاء الله ربي يوجهه على خير، وهو بيدو لاقي راحته مع هو بيدو لاقي راحته ودوموند هو بيدو لاقي راحته في وسط الجوالات الاخرين، وهو بيدو زاد يزيد ينضج اكثر في وسط في الجو العائلي نتاعو هو باش يلقى روحه في بلاصه اخرى، سواء بعد يحب يمشي لاسبيرونس يحب يمشي سي اس اس، سواء جاتو عروض خارج تونس بعد الشامبيون دو موند. ان شاء الله نتمنيو لك مستقبل بلان دو نجاحات دو ريوسي. بارك الله انت نحس كل عام نحسك تتبدل بلو ميور، حتى الكلام هذا نحس كلام تاع انسان عمره 30 سنه ديجا عامل 10 سنين في السينيور، مش نتاع واحد خد ساعات تسمع تحكي مع جوار تاع 19 و20 سنه مازال كيف حتى ساقو في السينيور يبدا ينقص كل فرطات، تحس نتاع انسان بوزي ويقول لك دايوغ ما حشيش بالفلوس انا حاشي نحب ننضج في الجمعيه نتاعي. صحيح تو واحد منين طلع هو؟ طلع من حمل بيان كان عندك تو دي زوفر معناها جاتك دي زوفر فما لازم الي شونط معناها من ناحيه ماتيريال معناها فلوس. معناها اول حاجه لازم مصلحه قبل كل شيء، لازم مصلحه الجمعيه تكون متفقه، معناها ابريتو يقول لي شنو دخلك في مصلحه الجمعيه ولا واحد يا اخي انا ولد حبيت منها وتغير عليها نسكن في حامنلف كل شيء، معناها مصلحة الجمعية تهمني، معناها حملف هذيك بلادي، فماش واحد يقول مصلحة بلاده ما تهموش، هذيك هي معناها فلازم مصلحة الجمعية، ومن بعد تجي مصلحتي أنا في العمر هذا ماهيش ماديات، مصلحتي أنا هي لعب، نحب نلعب تحب تشير بالكورة، تحب تشبع بالكورة صحيح، نحب نوري ايش عندي، نحب معناها أنا بيني بين روحي كي نروح باش نرقد في الدار نبدا شايخ عامل كيف، فهمتني؟ وان شاء الله معناها اللي فيه الخير ربي يسهل فيه، معناها انا بالنسبه لي معناها كان قعدت في حمل فرحان على الاخر، كان معناها مشيت لكيب اخرى ان شاء الله تكون فيها مصلحه حمل وتكون فيها مصلحتي انا زاد. دونك نختموا اللقاء هذايا كان حلو ياسر في الدار الياس القرفي، ونعاود دونك اخر كلمه ان شاء الله في الانترفيو هذايا، حبوا الياس يقعد سنه في حملهم، وهذايا باش يكون بريسك مار من الاحبال اللي تبعوا في الفولي وكل ديجا هكا من الكونتاكت معاهم وكل يحبوا الياس القرفي يزيد يقعد لنا فوق اون اني في حملهم، وبعد هيك اللي يعمل لربي خير. سيس معناها السنه كان جا واحد معناها انا واحد من الناس فمش واحد ما يحبش يهز تيتر ولا ما يحبش يلعب على الشامبيون، تحس معناها السنه حملف تنجم توصل معناها
تلعب معناها الادوار المتقدمه في البطوله. واحنا ديجا السنه مأملين باش نعملوا حاجه. علاش كي واحد ينجم يعمل الاكسبسيون يمشي معناها يلوج لبرا ولا ماذا كان ما كنتش نحس الحكايه هذه معناها تبدا ديكوتي معناها بالعكس اي اوفر تجيك تبدا فرحان. يعطيك الصحه. مع حاجه الاخرانيين بوان امبورتون ثم حاجه الاخرانيين نحب نقولها قبل ما نختم اللقاء هذايا. خاطر دابخي سيغتان هكا دابخي سيغتان ايكو سمعنا لانه سي جميل معناها باش يكون الترانسفير نتاعك ليسبيرونس باش يكون مقابل بون فما مال مقابل مادي مش كبير برشا بون. الحاجه الثانيه هو انه ثلاثه جوارات من ليسبيرونس فوت جوارات نتاع فوت من ليسبيرونس باش يجيو بري في الماركات نتاع الشتاء. نحب نقول حاجة يا سي عادل بالنسبة لي بخي ما عادش حشتنا باللي بخي ما عادش تحبوا دي جوار دو بخي نتاع سي موا دو ان اون. والحاجة الثانية نحبوا أما باش يجينا جوار باش يزيد يعطي الإضافة وجاي باش يلعب في حملنف كجوار في حملنف موش جاي معناه بوغ إتر رولونسي ولا بوغ إتر رولونسي دون لو بان ولا ما عادش نحبوا لي بري. احنا ديجا هكا كل عام بالعشر و15 جوار باش في الاخر ان ولا دو جوار ماكسيموم يعطيو لو بلوس ونقعدوا كل عام بعد نعاودوا كي الجوارات يمشيو ويجيو غيرهم ويجيو غيرهم. دونك هالحكايه هذيا ما ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون انا غلط ان شاء الله تكون المعلومات اللي وصلتنا هذيا تكون غلطه ونقول ان شاء الله ربي يقدر كان الخير الحمله والياس. نتمنى لك كل الخير ان شاء الله مع النادي الرحمن الانف مع في مسيرتك الرياضيه. يعطيك الصحه. شكرا.